تاخذ جوالات بس. الآن إلى مصرف الرافدين في قضاء الشطرة في ذي قار، وهو شاهد آخر على تعذيب المراجعين، حيث تعمدت إدارة المصرف عزل القسم الخاص بالمراجعين وقطع الكهرباء عنه، بينما تستمر الكهرباء والمراوح ووسائل التكييف بالعمل على الموظفين، وكأنها محاصصة من نوع آخر. فهل سمعتم بهذا النوع من المحاصصة والتفرقة والتمييز بين أبناء البلد الواحد؟ هل سمعتم عنه في دولة أخرى غير العراق؟ نشاهد أياكم.